ما كابل كفور الذي تجمع فيه نفايات قضائي النبطي وجزين يتحول إلى معاناة صحية كبيرة لسكان البلدة. من وراء قصه المكاب دبان الاخضر يجي اذا بيغط عليك بصير يعمل لك حبه محل ما غطيت، وهيدي الحبه بتصير تلتهب اذا ما حطيت لها دواء. على ان مشكله هذا المكاب لا تقتصر على الاضرار البيئيه، فقبل كل شيء يشغل المكب العقار 1117 في مخالفة صريحة لكل القوانين المرعية الإجراء، وهو مستمر في مخالفة القرارات الوزارية التي طالبت بإقفاله، وما بين بين أموال ضلت طريقها عن خزينة البلدية والدولة. فما قصة العقار 1117؟ هو عقار تابع للجمهورية اللبنانية تستعمله شركة الخدمات للتجارة وجمع النفايات بتلزيم من اتحاد بلدية شقيف. على أن لافت أن هذا الاستعمال للعقار لا يركن إلى أي سند قانوني في ظل عدم وجود أي قرار عن المجلس البلدي لبلدة الكفور يسمح للشركة باستعماله، وفي ظل عدم وجود أي كتاب من وزارة المال يسمح للمجلس البلدي باستعماله. فكيف تستعمل الشركة هذا العقار وفي مقابل ماذا؟ نحن أخذين قرار من المجلس البلدي بإقفال مكب الكفور. الرئيس خالف القرار؟ الرئيس هرب طلب ممضي منه لوزارة البيئة. الغريب بالموضوع أنه اكتشفناها بعدين نحن هيدا. مهم بوقتها صار في اعتراض، أخذ قرار وزير البيئة بإقفال المكب وتأهيله. ضلينا أكثر من 8 أشهر نحن والدرك تنقدر ناخذ موافقة نقرر ميات لنرجم المكب، ما وصلنا لنتيجة. حتى بالجلسات اللي كانوا، حتى العقال اللي اشتغلوا بهالموضوع أيضا، لا نتوصل لنقدر نشرع موضوع المال عبس. هيدا كان سبب الانفجار إذا بدك، وتخلينا عن دورنا بالمجلس البلدي. 7 أعضاء من أصل 12 قدموا استقالاتهم من مجلس البلدية رفضاً لعدم استفادة البلدية من الأموال المدفوعة في مقابل استعمال العقار. على أن ذلك لا يلغي السؤال، إلى من دفعت الشركة 330 مليون ليرة مقابل استخدام العقار؟ وأين ذهبت هذه الأموال؟ بس يريد بخبرنا كيف بيقدر بيحتفظ بتشيكات سيما وإن باسمه الشخصي. سنحمل هذا السؤال المليوني إلى رئيس البلدية مدعمين بالوثائق والأدلة، ولكن قبل ذلك كان علينا أن نفهم من اتحاد البلديات على أي أساس جرى تلزيم هذه الشركة، وبموجب أي شروط سمحت لنفسها أن تستمر في استخدام العقار 1117 كمكب للنفايات، وهو الذي أصدر وزير البيئة السابق قرارين بإقفاله. أنا ما بسأله، أنا بهمني يكبهم، يمكن عم بكب بمحل تاني، يمكن هو مستأجر مكب بلدية تاني. هذا الحكي أنه أنتوا ما بهمكم. لا يعني كيف ما بهمنا؟ في أهل الكفور ما لا طبعاً طبعاً موجهين طلعوا على الإعلام بعتين للمحافظ 7 أعضاء مستقلين، ما فيكم توقفوا كاتحاد أنتوا، نحن ما لنا عليها دبروا حالكم مع الشركة. لا ما أنتم لازمين الشركة. ما هيك، نحن بناخذ إجراءات ضد الشركة، والنفايات شغلة كتير كبيرة ما حدا في يحملها. مسؤولية الاتحاد، أنا بفهم أنه اليوم وقت الواحد بيتخلى عن مسؤولياته، في شغلة من اثنين، يا ضغط يا استفادة، ما بعرف عنديش يعني ما عندي حل ثالث لهالموضوع. غدا من سيربح المليون؟ فيه 2000 من عندك هلأ؟ فيه؟ أنا هلأ بدي سكر المكان. في مجال؟ دعيني هلأ.